حنروح نور لمحطة كلها تتميز وكلها تبدع. أكيد سلمى، دائما بنسلط الضوء على منافسات البطولة الوطنية لعلوم الريبوت، واليوم رح نحكي عن بطولة 2023 بمشاركة 55 فريق مؤهل لنهائيات البطولة الوطنية لعلوم الريبوت التي تقيم إدارة الأولمبيات العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع ضمن أجواء مليئة بالتنافس العالي والحماس العالي. أكيد نور، تم تتويج فريقين حققوا التميز ضمن منافسات البطولة الوطنية لعلوم الروبوت استعداداً للمشاركة في الأولمبياد العالمي للروبوت. نتعرف أكثر على نهايات البطولة الوطنية لروبوت 2023 وأيضاً التحضيرات للمشاركة في الأولمبياد العلمي للروبوت أيضاً العالمي. بيساعدنا يكون معنا ضمن الاستوديو الدكتور مهيب النقري، رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في هيئة التميز والإبداع، وأيضا هو المنسق الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي. يسعد صباحك دكتور مهيب، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور منير، ضيف عزيز. يعني دائما نحكي عن البطولات والطلاب اللي بنعتز وبنفتخر دائما بمواهبهم ومهاراتهم. خلينا نحكي عن التجمعات ما قبل، فينا نقول المشاركة والتأهل للبطولة الوطنية. خلينا نحكي عن محافظة دمشق وحمص، كيف كانت التجمعات، كيف كانت هي المرحلة والتحضيرات، ونعرف قديش بهي المرحلة بيكون في حماس عالي وتنافس كتير كبير، لأنه بنعرف في إمكانيات هائلة عند هدول الطلاب. نعم طبعا، نحن مثل كل سنه هي النسخه العاشره من البطوله الوطنيه لاولمبياد الروبوت العالمي. طبعا البطوله الوطنيه تقام ب 80 دوله بالعالم باعتبار هن المشاركين بالاولمبياد العالمي للروبوت. هي السنه الاولمبياد راح يصير في بنما، فكان الموضوع الاساسي هو ربط الناس، كونكتنج ذا بيبل، فكان الهدف الاساسي انه يكون في عندنا حلول روبوتيه لكل شيء يتعلق بالنقل البحري، الملاحه البحريه. كمان بالاضافه لهالشيء في عندنا الكابلات الضوئيه، باعتبار بنما هي مركز عالمي للنقل البحري ولا الكابلات، خلينا نقول تحت البحر. هلا المسابقه زاد عندنا هي السنه عدد الفرق ل 135 فريق. لا انا خربطت، انا اسف، 165 فريق. نحن السنه يمكن في 55 فريق رح يكونوا. نحن التجمعات كان فيها 165 فريق، اهلنا للنهائي 55 فريق. هلا بالتجمعات لانه صار في عندنا عدد كبير من الفرق فقسمناهم لثلاث تجمعات. طبعا هي التجمعات كانت بدمشق بصاله تشرين الرياضيه، وكان في عندنا تجمعين بحمص، حمص 1 حمص 2. هدول التجمعات طبعا كان فيها منافسه بخمس مسابقات اساسيه. المسابقه نسميها على الطاولات اللي هي مهمة الروبوت، فيها الفئات الثلاثة، الفئات العمرية الابتدائية المتوسطة والعليا، وفي عنا كان منافسة مهندسين المستقبل. طبعا هي المنافسة اللي هي الطلاب اللي بالمرحلة الثانوية بيعملوا روبوتات، سيارات ذاتية القيادة بدأت تمشي بحلبة وتتجاوز عوائق ويجيبوا أعلى النقاط. وفي عنا طبعا مسابقة اللي هي العلاقة بالمشاريع الروبوتية بنسميها مسابقة مبدعي المستقبل. من التجمعات الثلاثة ببداية تموز تأهل للنهائيات 55 فريق بأربع مسابقات أساسية، مسابقة مهمة المستقبل، مهمة الروبوت، ومهندسي المستقبل. دكتور مهيب، اليوم ال 55 فريق هن رح يشاركوا ببنما؟ لا، فريقين. احنا ال 55 هن كانوا البطولة الوطنية، أهلنا منهم طبعا حسب شروط خلينا نقول حطيناها قبل المنافسات الوطنية، أهلنا تأهل منهم فريقين للمشاركة بالمنافسات العالمية بنما لحتى يقدروا يكون في عندهم يعني خلينا نقول مشاركة ويجيبوا نتائج. طيب هذا المحور اللي كان اللي حضرتوه اللي هو كان للمسابقة تبع بنما، طيب هل كان في محاور مختصة ضمن المسابقة الوطنية، يعني أمور بتخصناك بسوريا، هل كان في مشاريع معينة خلينا نضيء عليها أيضا؟ نعم. طبعا هلا بالتأكيد نحن هي المسابقة هي مسابقة عالمية، فالشروط الشروط هي عالمية، بتنزل القواعد ببداية العام، هي القواعد هي محددة بشكل واضح وفي لها نقاط واضحة. فبيشارك عالميا حوالي 30,000 فريق. الهدف من هالمسابقات هي تعليم الاطفال من المرحله الابتدائيه كيفيه التعامل مع الروبوت، كيفيه برمجه الروبوتات، كيفيه التعامل مع الادوات الخاصه بالروبوتات. هلا اكيد يعني بالمراحل المتقدمه بيقدروا الطلاب يصيروا يعني قادرين على انهم يعملوا مشاريع متطوره بالمرحله الجامعيه او حتى بالمرحله ما قبل الجامعيه، ولكن هي المسابقه فيها شروط واضحه، لها نقاط واضحه، لها قواعد تطبق في كل الدول اللي مشاركه بالاولمبياد
شهادة عالمية. الفرق اللي بتنتقل لنهائيات عالمية بدها كمان تتنافس بنفس الشروط بنفس النقاط لحتى يكون في خليني أقول منافسة عادلة بين كل هدول الفرق. طيب دكتور مهيب، خلينا نحكي عن المراحل. يعني حكينا عن 165 فريق من خلال التجمعات، عم نحكي عن 55 فريق وصلوا للنهائيات، نحن عم نحكي عن فريقين رح يشاركوا بمشاركات عالمية. كيف كانت الأجواء والتنافس؟ ونحن لما نحكي في شروط وقواعد عالمية بنعرف كل سنة عم يكون فعليا في نسبة كبيرة، يعني وعدد كبير عم تتفاجأ حتى أنتوا اللجنة بالأولمبياد من الإمكانيات الموجودة. ولما ما نحكي عن سوريا بشكل خاص، نحن عايشين ببلد أساسا خارج من حرب، يعني تعرضنا لظروف جدا قاسية، لكن عم نشارك بمسابقات عالمية، يعني في تنافس عالي في مهارات وقدرات. فخلينا نحكي عن هدول الطلاب فعليا، قديش كانت التنافس بالنسبة إلهم عالي، وقديش بيعطونا أمل مثل ما قلت مبدعين المستقبل. يعني هي جملة يمكن تختصر كل هي المشقات والمتاعب اللي عم تقوموا فيها. نعم طبعا بدي أقول هاي السنة كان في مشاركة قياسية، كان في تعاون كتير جدي مع مدارس متفوقين وزارة التربية، زاد العدد كتير بالنسبة للفرق المشاركة بمدارس متفوقين، وهذا طبعا كان في إطار تعاون ومذكرة تفاهم موقع بين هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية. الفكرة الأساسية نحن عم ناخذ الطلاب كل سنة من أعمار خلينا نقول الثمان سنين، فبال 8 سنين ل 12 سنة هدول لهم منافسة خاصة، لهم قواعد خاصة. من 11 سنة ل 15 سنة هن الفئة المتوسطة، كمان لهم مهام خاصة ومسابقات خاصة، والفئة العليا. هلا بدي أقوله هاي السنة كان المنافسة شديدة بالمستويات العليا، مشان هيك كان عندنا الفريقين اللي تأهلوا للنهائيات، إن فريق مهمة الروبوت، مسابقة مهمات الروبوت على الحلبة للفئة العليا طبعا ثانوية من عمر 15 لعمر 19 سنة، وفئة مبدئ مهندسين المستقبل كمان اللي هن الفئة العليا. اللي أول مرة نحن كان عندنا تأهل لنهائيات بالفئة العليا مسابقة مهمات المستقبل 10 فرق، 5 فرق أخذوا ميدالية ذهبية و4 فرق فضية، فهذا يعني أعطانا مؤشر إنه كتير في خلينا نقول حماس، في كتير منافسة شديدة، وفي تحضير كتير مسبق. وكان بالنسبة لنا بصراحة إنه 9 فرق كانوا مؤهلين ينافسوا بالنهائيات العالمية، لأنه فعلاً كانوا وصعب اختيار منهم، يعني صحيح. هلا الاختيار بالنهاية كان يعني فرق النقاط يعني بسيط أو فرق الزمان، ولكن الفرق كانت كلياتها بمستوى كتير عالي. أكيد دكتور مهيب، نعرف إنه بيشترك الطلاب مثل ما حضرتك قلت من عمر ابتدائي إلى عمر الثانوي من المدارس الحكومية ومدارس المتفوقين على حد سواء، وبالتالي نحن عم نعطي فرصة لكل الجيل بهذا العمر إن هو يدخل عالم الروبوت يتعلم. وبنفس الوقت هل ممكن نلاقي مثلا اللي كانوا بالابتدائي هن نفسهم كفريق مثلا بالإعدادي موجودين أو بالثانوي، ولا لا كل سنة عم بيكون في إعطاء فرصة لفرق جديدة؟ نعم. هلا هذا النوع من الـ 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 خليني اقول التعليم بيتطلب انه يكون في استمراريه، تمام. فبالتاكيد الفرق اللي بتبلش من المرحله الابتدائيه وبتوصل للمتوسطه والعليا هي اللي بتستمر معكم، ولهذا السبب نحن كان بالتاكيد التعاون مع وزاره التربيه ومدارس متفوقين اخذنا الطلاب من الصف السابع لحتى يوصل المرحله الثانويه يكونوا صار عندهم مهارات كافيه ومعارف لحتى يوصلوا للاولمبياد العالمي. هلا بدي اقول نحن مو بس مدارس حكوميه، مدارس خاصه كمان، في عندنا جمعيات اهليه، في عندنا نوادي خاصه، في عندنا دور ايتام، كثير كان في مشاركات واسعه، في مدارس ابناء وبنات الشهداء ايضا بيشاركوا. طبعا هي السنه ما شاركوا، السنه العام الماضي شاركوا، ولكن طبعا نحن عم نحاول نتعاون حتى يكون في عندنا فرق كمان من مدارس ابناء وبنات الشهداء. بالتاكيد هالنوع من المنافسات بيتطلب تحضيرات على مدار العام، وبيتطلب استمرارية لحتى يقدر الطلاب يوصلوا لمرحلة متقدمة ويشتغلوا بعمل جماعي. هون الأولمبياد مانو فردي، عندنا فريق في 3 طلاب او طالبين حد ادنى مع مدرب بيشتغلوا مع بعض، بيوزعوا المهام بيناتهم حتى يوصلوا النتائج، بعكس الاولمبيادات الاخرى اللي بتعتمد على العامل الفردي وعلى الامكانيات الذاتيه. دكتور مهيب، خلينا نحكي عن يوم التتويج. يعني نحن عم نحكي عن فرق كثير مهمه وفي تنافس كبير. يوم التتويج رح يكون في فريقين، شو المعايير الاساسيه؟ يعني نحن عم نحكي عن قلت انه في فرق كثير هي لازم تتاهل، في بعض النقاط يمكن مثل ما قلنا والمعايير اللي هي فصلت. نعم. وقالت مين هو الجدير اليوم، شو هي المعايير اللي بترتكزوا عليها؟ نعم.
هلا بالنسبه للمسابقات بالبطوله الوطنيه، نحن وزعنا خليني اقول اربع مسابقات فيهم كؤوس المركز الاول للثالث على المستوى الوطني وميداليات حسب النقاط اللي بيحقق الفريق. يعني بالقواعد العالميه اذا الفريق حقق فوق ال 75% من النقاط بياخذ ذهبيه، بين 50 و75 بياخذ فضيه، وفوق ال 25% لل 50 بياخذ برونزيه. بس احنا كان مفترض انه نختار فريقين يلي هن بدهم يمثلوا سوريا بالنهائيات العالميه. طبعا كنا حاطين شروط قبل المسابقه الوطنيه لحتى يكون في عندنا فرق فعلا تنافس على المستوى العالمي. الشرط الاساسي بالنسبه لمسابقه مهمه الروبوت على الطاولات انه يجيب علامه كامله الفريق. نحن 9 فرق جابوا علامات كامله، ولكن بالنهايه طبعا باحد ايام المسابقه الرسميه فرق نقاط بسيطه وحتى فرق الزمن ببعض الحالات. فطلع الفريق اللي هو فريق المركز الوطني المتميزين جاب اعلى نقاط وجاب باحد الايام علامه كامله مع شرط مفاجئ. فهذا يعني بيعطينا مؤشر انه قادر هذا الفريق ينافس على المستوى العالمي. نفس الشيء بمسابقه المهندسين المستقبل، كمان السيارات الذاتيه القياده. طبعا هي السياره بيبنوها طلاب من الصفر، فهن بيجيبوا كل التجهيزات وكل الادوات اللي بتساعدهم انه يبنوا سياره، طبعا نموذج سياره ذاتيه القياده لحتى تمشي بالحلبه. كمان كان الشرط انه يجيبوا علامه كامله باحد ايام المسابقه او 90% من العلامه النهائيه وقدروا يحققوا هذا الشرط. ولهذا السبب نحن اخترنا بين الأوائل بكل المسابقات مين اللي حقق هدول الشرطين اللي بيأهلهم للأولمبياد العالمية. أكيد بدنا نقول لهم للجميع كل التوفيق لهم بكل المراحل، وإن شاء الله بهي المسابقة وبتمثيلنا خارجا دائما مثل العادة بيجيبوا معهم ميداليات، ونتمنى لهم هالمرة الذهبية إن شاء الله. فينا نقول خلينا كمان نحكي عن شغلة نحن بنعرف كتير صعوبات بهذا المجال. حاولتوا كثير انه تامنوا المواد الاساسيه وتساهموا بظل الحصار، بظل طبعا ارتفاع الاسعار الجنوني اللي عم بيطال كل المواد. قد ايه مهم وقد ايه عم يتقدم دعم ايضا لدعم هي الفئه من الاولمبيات؟ هلا خليني اقول طلابنا لانه هن بتحدي، لانه بالنهايه هن ما عندهم كل الادوات اللازمه لحتى يقدروا ينافسوا. فهذا عم يعطي دافع كثير كبير على انه يشتغلوا كل السنه. نحن في كثير فرق وخاصه يعني خلينا نقول مدارس متفوقين عندهم تجهيزات ولكن غير كافية بشكل كامل لحتى تقدر هاي الفرق تنافس. مع هالشي كانوا عم يقدروا يكونوا على المنصات التتويج، عم يقدروا يعطوا نتائج كتير مهمة. بالنسبة لنا طبعا أكيد في دعم من خلال الهيئة التميز والإبداع والأولمبياد العلمي السوري لحتى نوسع قاعدة المشاركات بهذا النوع من الأولمبياد، ولكن الحصار المفروض على سوريا بمنعنا حتى نجيب هاي التجهيزات. فمنأمن هاي التجهيزات بشكل خاص. في جزء منيح من التجهيزات احنا عم نأمن مخابر كتير خاصة لبعض الجهات اللي هي ممكن تتطور بمجالات معينة. المساعدة خليني أقول والتعاون مع وزارة التربية، احنا إن شاء الله العام القادم في عنا كل مدارس المتفوقين بسوريا 39 مدرسة، وحتى حاليا في إدخال مناهج التقانات التطبيقية الروبوت بمدارس متفوقين بشكل رسمي ان شاء الله العام القادم بتكون موجوده ضمن ان شاء الله. والجميل يمكن هو طريقه الابتكار والابداع عند الطلاب، لانه ما في هي المواد الكافيه بسبب الحصار، عم تلاقي في ابتكار يعني وحماس يمكن وتنافس كثير كبير. ختاما دكتور مهيب، خلينا نحكي عن التحضيرات للمشاركه العالميه هي السنه، كيف رح تكون، كيف عم تحضروا؟ اكيد في مجهود كبير عم يقوموا فيه خلف الكواليس. نعم طبعا بالتاكيد نحن معنا 3 شهور للتحضيرات، اول مره بيكون عندنا هذا الفتره الكافيه. الفريقين هن دخلوا بالمعسكر بالمركز الوطني للمتميزين وبجامعه المناره. طبعا الفريقين هن من الفرق المتميزه، في لهم اختبارات كل اسبوعين، لجان علميه عم تتابع هدول الفريقين لحتى نقدر نوصل لنتيجه مشرفه ضمن الاولمبياد العالميه، ونقدر نحقق نتائج مثل كل سنه ان شاء الله تكون نتائج روبوت يعني هي على مستوى التحدي ان شاء الله. أكيد مثل ما ذكرت حضرتك نحن بانتظار أكيد المسابقة العالمية رح تكون ببنما، بس التاريخ ب7 ل 29 تاني. إن شاء الله كل التوفيق لكم دكتور ولكل الفرق المشاركة. شكرا لكم. أكيد نتمنى لكم التوفيق، ومتعودين دائما على النتائج المبهرة للطلاب، نتمنى لكم التوفيق. شكرا كثير لك. شكرا لكم.